السلام عليكم. حنقدم اليوم وصفة الكبة بكب كيك بشكل مختلف وجديد. حنحشيها متبل وحنحشيها لبنة بالأعشاب الإيطالية، كتير وصفة حلوة وملائمة للمناسبات. حنستخدم برغل ناعم زي ما أنتم شايفين، كاستين، وحنستخدم معلقة طحين. طبعا هاي الكمية بتقدروا تزيدوها كيف ما أنتم بدكم. وحنستخدم ربع كوب سميد، وحنحط رشة ملح طبعا حسب الرغبة أو الذوق، وحنحط رشة صغيرة فلفل أسود، وحنحط معلقة ونص زيت نباتي، وحنضيف على هاي الوصفة مي مغلية. أنا غليت المي، حنضيف لها نص كوب من المي المغلية، كتير نغليها بهاي نضيفها بهاي الطريقة. نحرك كل هاي المقادير مع بعض لحتى تتشرب البرغل. بس يتشرب عندي البرغل بعجنه مع بعض كلياته، وإذا بيحتاج شوية مي برضه بعجنه. أنا طبعاً محضرت لكم من قبل وصفة. طبعاً هاي الوصفة بصير إنكم تقدموها بعجينة الكبة الجاهزة العادية. طبعا انا محضرت لكم عجينه من قبل زي ما سبق وحكيت لكم. هلا بناخذ دائره بهاي الطريقه زي ما احنا متعودين، نعمل الكبه بهاي الطريقه وبنحطها بقالب الكب كيك هيك لحتى تاخذ شكل الكب. طبعا الكب برجع لكم، بتحبوا الكب كبير بتحبوا الكبات الصغيره السوريه، هذا إشي برجع لكم. هاي الفكره حلوه بالعزايم برمضان بالمناسبات. وهلأ بس هنخلصها إن شاء الله، بتشوفوا كيف شكلها. بعدين طبعاً من قبل برضو بكون مسخنين الفرن على 180، بندخلها في الفرن لحد ما تاخد اللون وتستوي تماماً. بصير طبعاً تعملوا الكبات وتقلوها، بس هاي الطريقة صحية أكتر وألذ وأسرع. نرتبها هاي الطريقة حتى لما نطلعها من الفرن يكون شكلها حلو ومرتب. هاي الكوكيز صار جاهز. طبعا اذا ملاحظين هو بيكون طري شوي، ما بنصيبه، نتركه زي ما هو بالصينية على جنب لحد ما يبرد، يعني تقريبا 10 دقائق ربع ساعة. بعدين بنحطه بصحن التقديم أو بالعلب اللي بدنا نقدم فيها كهدايا. هاي الكوكيز صار عنا جاهز. إذا بتحبوا حركة اختيارية بنقدر إنه نرش عليه سكر ناعم، بس هو أساساً ما بده، بس كأفكار هيك يعني للتقديم حلوة. أو حتى ممكن ناخد بس نص الكوكيز بهاي الطريقة. منقدم هلأ حبات الكوكيز بالصحن. بتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وهي الشكل النهائي للوصفة. وصحتين وعافية.